يجري في العالم يومياً مئات الأحداث، فما رأيك بالاطلاع على أكثر اللحظات إشراقاً لعام 2019؟ يناير، هبطت المهمة الروبوتية الصينية تشانغ آ على الجانب البعيد لسطح القمر لأول مرة في التاريخ في 3 يناير لعام 2019. كان الهدف منها استكشاف تضاريس الجانب المظلم الذي كان غامضاً في السابق. تمكن سكان شرقي آسيا وشمال المحيط الهادئ من مشاهدة كسوف جزئي للشمس في 6 يناير، وفي 21 يناير حدث آخر خسوف للقمر حتى مايو 2021، وقد أشير إليه باسم قمر الذئب الدموي العملاق، فالذئب نظراً لأنه كان أول قمر كامل في السنة الميلادية. أما وصفه بالعملاق فيرجع لأنه كان أقرب إلى الأرض وأكبر من المعتاد. اكتشف العلماء أن العظام البشرية قد تكون مليئة بشبكة من الأنابيب الصغيرة، وقد يساعد هذا النظام خلايا الدم التي تنتج في العظام على الدخول سريعاً في الدورة الدموية. إن كانت هناك ثقوب، فيجب أن يكون هناك أيضاً شعيرات دموية، وهي الأوعية الدموية المصغرة. دفع كيوشي كيمورا، رجل أعمال ياباني عنده مطعم للسوشي ويعرف أيضاً باسم ملك التونة، أكثر من 3 ملايين دولار مقابل سمكة التونة الزرقاء الزعنفة في سوق تايسو للسمك في طوكيو، وكانت هذه أغلى سمكة على الإطلاق. كان شهر يناير من عام 2019 الشهر الأكثر حرارة في أستراليا منذ أن بدأ تسجيل درجات الحرارة عام 1910. اكتشف العلماء وجود كمان هلامي صغير في الأذن البشرية، وهي قطرة من مادة شبيهة بالهلام تتكون من 97% من الماء، ويعتقد الباحثون أنه بفضل هذا الكمان الهلامي الصغير تتمكن الأذن من فصل الترددات العالية عن الترددات المنخفضة. فبراير، اكتشف أن نحل العسل قادر على الجمع والطرح وفهم فكرة الصفر. أثبتت دراسة أحفورية جديدة للكناغر أن هذه الحيوانات قد تعلمت القفز قبل حوالي 20 مليون سنة، وهذا أبكر بكثير مما كان يعتقد العلماء. شوهدت الفهود السوداء النادرة في كينيا لأول مرة قبل 100 عام. في 21 فبراير هبطت المركبة الفضائية اليابانية هايابوسا 2 على كويكب ريوغو لجمع عينات من الصخور. أطلقت نحو القمر مكتبة رقمية من 30 مليون صفحة سميت بمكتبة القمر، وكانت الغاية الأساسية منها الحفاظ على سجلات الحضارة البشرية لمليارات السنين. مارس، التحمت المركبة الفضائية دراغون التي أطلقتها سبيس إكس مع محطة الفضاء الدولية بنجاح، وكانت تلك تجربة تشغيلية، فكانت المهمة تحمل دمية اختبار وحمولة يبلغ وزنها 181 كيلوغرام. حطمت إيما هاروكا إيواو الرقم القياسي العالمي في حساب قيمة باي بأكبر عدد من الخانات، حيث وصل عددها إلى 31.4 تريليون خانة، وبهذا تكون قد حققت حلم طفولتها بمساعدة جوجل كلاود. أمكن رؤية حقول أزهار الخشخاش المتفتحة في ووكر كانيون في جنوب كاليفورنيا من الفضاء، فقد التقطت وكالة ناسا صورة للظاهرة التي حدثت بعد هطول أمطار غزيرة. كشفت بوغاتي عن سيارتها الجديدة، أغلى سيارة بيعت على الإطلاق، حيث بلغت تكلفة شراء لفويتر نور حوالي 19 مليون دولار، ولم يصنع منها سوى نسخة واحدة. افتتح مزار الوعاء، وهو نقطة جذب سياحي شبيهة بقرص العسل، في 15 مارس في مدينة نيويورك. يتكون هذا البناء ذو 16 طابقاً من 80 بسطة و154 قلبة و2500 درجة. شاركت الملكة إليزابيث الثانية أول منشور لها على إنستغرام، حدث ذلك أثناء زيارتها لمتحف العلوم بلندن. كانت صورة لرسالة بين الأمير ألبرت وعالم الرياضيات والمخترع تشارلز بابج. بيع أرماندو، بطل سباقات الحمام الملقب بلويس هاملتون الحمام في بلجيكا،
مقابل 1.42 مليون دولار. إبريل. ظهرت أول صورة لثقب أسود في إبريل. استغرق تجميع الصورة مع بعضها عامين كاملين، فكانت 8 مقربات راديوية في 4 قارات تراقب الثقب الأسود في مجرة ماسيا 87 التي تبعد 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض. عادت الذئاب إلى هولندا بعد أن اختفت من الدولة منذ 140 عاماً. انطلقت أكبر طائرة في العالم في رحلتها الأولى في صحراء موهافي في كاليفورنيا. صممت الطائرة لإطلاق الصواريخ إلى المدار، ويمكن أن تحمل حمولة تصل إلى 250 طناً. اكتشف العلماء بعد أن زرعوا خلايا التذوق في المختبر قدرة هذه الخلايا على الشم، وكان في كل واحدة من هذه الخلايا عدة جزيئات مماثلة لتلك الموجودة في خلايا أنف الإنسان، ولهذا تفاعلت خلايا التذوق مع جزيئات الروائح تماماً كما فعلت خلايا الشم. أفادت المجلة العلمية Nature Geoscience بالعثور على غاز الميثان، وهو غاز تنتجه عادة الكائنات الحية مثلي ومثلك ومثل الأبقار مثلاً على سطح المريخ عام 2013، واكتشفته حينها مركبة الفضاء مارس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في فوهة جيل بالقرب من خط الاستواء المريخي. قدمت أستون مارتن، وهي شركة بريطانية تصنع السيارات الرياضية، أول سيارة كهربائية لها تحمل اسم رابيد إي في معرض شنغهاي للسيارات. يمكن أن تتجاوز سرعة السيارة من هذا النوع 250 كيلومتر في الساعة بتكلفة تصل ل 326 ألف دولار. اكتشف العلماء جنساً بشرياً لم يكن معروفاً من قبل في أحد الكهوف في جزيرة لوزون في الفلبين. عاش إنسان كالاو قبل 50 ألف إلى 60 ألف عام، لكن لا تتوافر معلومات كافية عما إذا وجدوا معهم طعاماً لا يزال طازجاً. أمزح فقط. اكتشف مسبار إنسايت الذي كان يهدف لدراسة الجزء الداخلي من المريخ أول زلزال حدث على المريخ. بعد سنوات من رحلات الطيران التجريبية، أطلقت خدمة التوصيل المنزلي بطائرة دون طيار لأول مرة في أستراليا. سجل غواص أمريكي أعمق عملية غطس بالغواصة إلى قاع خندق ماريانا، حيث وصلت الغواصة المصممة لتحمل الضغوط الهائلة إلى عمق بلغ حوالي 11 كيلومتر. رصدت الكاميرات أول حيوان باندا أمهق في محمية طبيعية في الصين. شاهد الناس من قبل الباندا البني والأبيض في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، لكن لم يكن من بينها ما هو أبيض بالكامل. مايو. بيعت منحوتة بشكل أرنب من الفولاذ المقاوم للصدأ، صنعها الفنان جيف كونز عام 1986 في مزاد بمبلغ ضخم قدره 91.1 مليون دولار، وأصبحت بذلك أغلى عمل فني في العالم بيع في مزاد علني لفنان على قيد الحياة. أعلن العلماء امتلاكهم لأدلة على أن الإنسان الأول قد عاش على ارتفاعات شاهقة في التبت منذ حوالي 160 ألف عام، وكان ينتمي إلى إنسان دينازوفا القديم. تمكن المغامر الفرنسي جان جاك سافان من عبور المحيط الأطلسي بنجاح في كبسولة برتقالية بشكل برميل بطول 3 أمتار. استغرقت الرحلة كاملة 122 يوماً. سافر الرجل خلالها 4500 كيلومتر. أراهن أن ذلك كان ممتعاً للغاية. ادعت دراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience أن القمر استمر بالتقلص، فقد أصبح قمر الأرض أنحف ب46 متراً مما كان عليه قبل مئات ملايين السنين. حينها كانت أجزاؤه الداخلية لا تزال باردة، وربما كان هذا سبباً لحدوث الزلازل القمرية. وجدت مهمة تشانغ أو فور الصينية دليلاً على أن كويكباً عملاقاً قد تسبب بحفرة كبيرة في الجانب البعيد من القمر، وكان التصادم كبيراً جداً لدرجة أنه كسر القشرة ووصل إلى طبقة الوشاح.
سجل النيبالي كاميريتا شيربا رقماً قياسياً جديداً بوصوله إلى قمة جبل إيفرست لأكبر عدد من المرات ب24 مرة. أضاء الثقب الأسود الموجود في مركز مجرة درب التبانة فجأة بضعف سطوعه المعتاد، مما قد يعني ابتلاعه لشيء ضخم. قد يكون هذا سمكة تونة أزرق الزعنفة. أثبتت أبحاث الحمض النووي أن البقة أقدم من البشر. تمكنت هذه الحشرات التي يبلغ عمرها 115 مليون عام على أقل تقدير أن تعمر أكثر من الديناصورات. كشفت الصين النقابة عن النموذج الأولي لقطار جديد فائق السرعة يطفو فوق السكة الحديدية بسرعة 595 كيلومتر في الساعة. مهلاً ولما الاستعجال؟ جمع علماء الفلك 7500 صورة التقطت على مدار 16 عاماً باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، نتج عنها فسيفساء للكون البعيد. تتكون الصورة من 265 ألف مجرة مرئية، ويأتي ضوء بعضها من 13.3 مليار سنة مضت. يونيو، طلبت جزيرة في شمال النرويج أن تكون أول منطقة في العالم خالية من التوقيت الزمني، حيث لا تغيب الشمس هناك ل69 يوماً من 18 من مايو إلى 26 من يوليو، ولذا يمكن أن ترى الأطفال يلعبون كرة القدم عند 2 صباحاً، أو يحتسي الكبار القهوة أو يزرون أعمال الطلاء عند 4 صباحاً. أصبح قميص البيسبول الذي كان ملكاً لأسطورة البيسبول بيب روث أغلى التذكارات الرياضية على الإطلاق، حيث بيع في أحد المزادات في نيويورك مقابل 5.64 مليون دولار. ثار بركان رايكوك في جزر الكوريل وانبعثت منه غازات بركانية ورماد عالٍ وصل الغلاف الجوي. كان الثوران هائلاً لدرجة أن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية تمكنوا من رصده. أطلقت وكالة ناسا الساعة الفضاء العميق الذرية بحجم توستر يسع 4 شرائح، وصممت بطريقة تمكنها من تحديد الوقت بدقة عالية، فهي تفقد 10 ملايين جزء من الثانية كل 100 عام، لذلك لا تتأخر. تعرضت أوروبا لموجة حارة لمدة أسبوع سجلت بها أعلى درجات حرارة في يونيو، وصلت في بولندا إلى 38 درجة مئوية، وفي ألمانيا 38 درجة مئوية، ووصلت في التشيك إلى 39 درجة مئوية. وبعد ذلك بيومين سجلت أعلى درجة حرارة في جنوب فرنسا، حيث وصلت الحرارة في جنوب فرنسا إلى 46 مئوية. انطلقت إلى الفضاء أول مركبة فضائية شمسية تبحر تحت أشعة الشمس على الصاروخ ذاته الذي حمل الساعة الذرية. حسناً، لقد حان الوقت. ذكرت دراسة جديدة أنه إذا بدأ الناس فجأة بالولادة بستة أصابع فالدماغ سيتكيف معها بسهولة، فلا يعاني الأشخاص كثيرو الأصابع سواء بالقدمين أو اليدين من أي مشاكل في التحكم بأصابعهم الإضافية، وبإمكانهم استخدام كل واحد منها بشكل مستقل. يوليو، بيعت قطعة شطرنج من القرن 12 من الكثبان الرملية على جزيرة لاوس في مزاد في لندن مقابل 900 ألف دولار تقريباً. شاهد الناس في تشيلي والأرجنتين حدوث كسوف كلي للشمس. من أطفاء الأنوار؟ أصبحت الكتلة العائمة من الأعشاب البحرية التي امتدت من غرب إفريقيا إلى خليج المكسيك أكبر رقعة إزهار للأعشاب البحرية في العالم. سجلت أعلى درجات حرارة في ألاسكا، حيث وصلت درجات الحرارة هناك إلى 32 مئوية. هبطت المركبة الفضائية اليابانية هايابوسا 2 على كويكب ريوغو للمرة الثانية لجمع المزيد من العينات. هذا أشبه بالغطس المزدوج، صحيح؟ ادعت دراسة جديدة أن بعض الأشخاص قد يكونون أفضل من غيرهم في معرفة كل شيء بفضل أدمغتهم ذات الموصلات فائقة الفعالية. أثبتت فحوصات الدماغ لهؤلاء الأفراد
وجود صلات أقصر وأقوى بين خلايا الدماغ. لا، لست أنا. أخاف الكويكب أوكي 2019 العلماء من خلال تسلله على كوكبنا. ظهرت هذه الصخرة الكبيرة نسبياً من العدم على ما يبدو، واقتربت من الأرض بشكل لا يبعث على الراحة، فلم يكن يفصلها عن الأرض سوى 72,500 كيلومتر، وهذا أقل من خمس المسافة بين الأرض والقمر. عثر على جمجمة عمرها 210,000 عام في جنوب اليونان، وهذا أقدم مثال للإنسان الحديث خارج إفريقيا. أطلقت كينيا أكبر محطة طاقة للرياح في إفريقيا. تألف مشروع بحيرة توركانا لطاقة الرياح من 365 توربين رياح، وصمم لرفع تزويد الكهرباء في البلاد بنسبة 13%. سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة المتحدة على الإطلاق في كامبريدج، ووصلت تقريباً إلى 39 درجة مئوية. هل اكتشفت نمطاً متكرراً هنا؟ أغسطس، اكتشف العلماء وجود عضو مجهولاً في جسم الإنسان، يبدو كأنه شبكة من الخلايا تشبه الشبكة داخل الجلد. تغطي هذه الخلايا النهايات العصبية، وقد تكون السبب وراء شعور الناس بالألم. عثر على أفعى مجلجلة حديثة الولادة برأسين تعيش بغابة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وأطلق عليها اسم دابل ديف. أكدت وكالة ناسا أنها ستطلق في عام 2025 بعثة إلى قمر أوروبا وقمر المشتري المغطى بالجليد. أطلق روبوت فيدور ذو الحجم الطبيعي باتجاه محطة الفضاء الدولية. انطلق الروبوت في رحلته الفضائية بصاروخ من قاعدة بايكنور كوزمودروم الفضائية الروسية في كازاخستان. بلغ طول الروبوت حوالي مترين، وبلغ وزنه 159 كيلوغرام. هذا ليس أفضل معدل وزن إلى الطول. أصبح الفرنسي فرانكي زاباتا أول شخص يعبر القناة الإنجليزية على متن طائرة تعمل بالطاقة النفاثة. تحرك المخترع 35 كيلومتر في 22 دقيقة. اكتشف الفلكيون ما يعتقد بأنه تصادم بين نجم نيوتروني وثقب أسود للمرة الأولى. سبتمبر، أشارت البوصلات لأول مرة منذ أكثر من 360 عاماً إلى الشمال الحقيقي في غرينتش. يحتوي كوكبنا على قطبين شماليين، القطب الجغرافي والمغناطيسي الذي يتغير بسبب سائل نواة الأرض. أثبتت دراسة في الحمض النووي البيئي أن وحش بحيرة لوك ناس لا يمكن أن يكون من الزواحف العملاقة أو الديناصورات المائية، لكن اكتشف الباحثون أن البحيرة موطن للكثير من الثعابين المائية، لذا استنتجوا احتمال أن الوحش نيسي ليس سوى ثعبان كبير رغم استبعاد تلك الفرضية. اكتشف العلماء سلالة جديدة من الديناصورات في اليابان. كانت العظام التي حللوها تعود إلى حيوان بطول 8 أمتار عاش قبل حوالي 72 مليون سنة. كان الديناصور بطي المنقار الهادروسور الأكبر على الإطلاق في البلاد. وجد العلماء أول دليل على استهلاك الحليب في أسنان المزارعين البريطانيين من عصور ما قبل التاريخ. على ما يبدو بدأ الناس بشرب الحليب منذ 6,000 عام، ثم جاء لاحقاً الحليب بالشوكولاتة. أعلن الباحثون احتمال معرفة السبب الكامن وراء ولادة الشخص الأعسر، فبعد إجراء تحليل لأربعمائة ألف شخص وجدوا أربع مناطق جينية مسؤولة عن اليد بشكل جزئي. كشف إيلون ماسك النقاب عن مركبة فضائية جديدة من سبيس إكس. صممت مركبة ستارشيب الفضائية لنقل البضائع والركاب إلى القمر أو المريخ أو أي مكان آخر في المجموعة الشمسية، ثم تعود لتهبط مرة أخرى على الأرض بشكل متعامد. غادرت النرويج بعثة مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي، أو كما يطلق عليها اختصاراً موازيك، وهي أكبر بعثة بحثية في القطب الشمالي على الإطلاق. كان على الفريق الدولي الذي يضم 20 دولة قضاء عاماً في وسط القطب الشمالي لدراسة مناخ تلك المنطقة. لأول مرة على الإطلاق
اكتشف علماء الفلك وجود الماء على أحد الكواكب خارج النظام الشمسي. كان ذلك كوكب K2-18b، وهو يتفوق على الأرض من حيث الحجم وجاذبية السطح، ويوجد في غلافه الجوي بخار ماء. احتفل الناس في جميع أنحاء العالم بيوم باتمان، الذكرى 80 لشخصية باتمان الكرتونية. فتح مطار جديد في بكين، وهو ثاني أكبر مطار دولي في المدينة. يعد مبنى المطار الذي يطلق عليه نجم البحر أكبر مبنى لمطار في العالم من بناء واحد. جبل جليدي ضخم بوزن 315 مليار طن من جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية. سميت هذه القطعة الضخمة من الجليد بD28. لما لا نمنحه رمزه البريدي الخاص؟ أكتوبر. سجل لأول مرة استخدام خنزير فيسيان وورت النادر للأدوات في واحدة من حدائق الحيوان في باريس. أمسك الحيوان قطعة من اللحاء في فمه وحفر بها. منحت جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لثلاثة أطباء لاكتشافهم كيفية شعور الخلايا بالأكسجين. التقط نبات السرخس أول صورة سيلفي لنفسه في حديقة حيوان لندن باستخدام الطاقة التي ولدها، والتي كانت كافية لتشغيل الكاميرا والتقاط الصورة. اكتشف الباحثون قدرة البشر على تجديد الغضاريف، وهو مادة شبيهة بالمطاط تحيط بالمفاصل. لقد رأوا ترميم الغضروف لنفسه، وكان المثال الأكثر فعالية في الكاحل وجيدا في الركبة، وأقلهم فعالية كان الورك. ظهر مخلوق هلامي في حديقة حيوان باريس. هذا الطين السلامي الأصفر اللامع ليس نباتاً ولا حيواناً ولا من الفطريات. يمكن لهذا الهلام التحرك بسرعة 4 سنتيمترات في الساعة، وهو قادر على شفاء نفسه بنفسه بعد انقسامه إلى جزئين. يمكن لهذا الكائن الحي أيضاً حل المشاكل رغم افتقاره للدماغ. اكتشف علماء الفلك أن الكون يتوسع بنسبة 9% أسرع مما توقعوا. زعم باحثو جوجل صنعهم أول حاسوب كمي فائق، وقالوا إن هذا الحاسوب احتاج إلى 3 دقائق فقط لإجراء العمليات الحسابية التي يحتاج الحاسوب الحديث الأكثر تقدماً 10,000 عام لحلها. اكتشفت أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم على إحدى الجزر قبالة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. قال الخبراء إن عمر هذه اللؤلؤة 8,000 عام على الأقل. عاشت أبو ظبي. التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة واضحة لمذنب اكتشفه عالم فلك هاون. جاء 2I باريسوف من نظام نجمي غير معروف، وهو ثاني زائر غريب يرصد في نظامنا الشمسي. أكملت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كوانتاس رحلتها التجريبية المتواصلة من لندن إلى سيدني. كان الغرض منها دراسة تأثير مثل هذه الرحلات الطويلة على الطاقم والطيارين والركاب. حلقت طائرة بوينغ 787 دريم لاينر أكثر من 19 ساعة لنقل 49 شخصاً، وعبرت مسافة 17,700 كيلومتر من نقطة المغادرة. نوفمبر. وجد العلماء بعض الأدلة على أن أسلاف البشر ربما مشوا بقامة مستقيمة منذ القدم قبل 12 مليون سنة وليس 6 ملايين سنة كما كان يعتقد سابقاً. ظهرت هذه النظرية بعد أن اكتشف الباحثون أحفورة طينية لقرد قديم في بافاريا في ألمانيا. أشارت دراسة جديدة إلى أن الثعابين القديمة كانت تتمتع بأرجل خلفية خلال 70 مليون سنة الأولى من تطورها. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين عاشوا ووصلوا إلى 110 أعوام أو أكثر، والمعروفين أيضاً باسم المعمرين الفائقين، يتمتعون بخلايا مناعية أكثر من الأشخاص العاديين تسمى بخلايا تي المساعدة، ويعتقد أن هذه الخلايا تحمي الناس من الفيروسات والمشكلات الصحية الأخرى. مر عطارد أمام الشمس مباشرة في 11 نوفمبر، كان
كم هو وقح، وتحدث ظاهرة العبور هذه من 13 إلى 14 مرة في القرن. بيع كتاب صغير كتبته شارلوت برونتي لجنودها من الدمى عندما كانت في 14 من العمر بأكثر من 650 ألف دولار. زعمت دراسة جديدة زيادة بسرعة الرياح عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية لتصبح أسرع بثلاث مرات منذ عام 2010 ديسمبر. اجتاحت سوق الولايات المتحدة سلالة جديدة من التفاح مع فترة صلاحية طويلة للغاية. استغرق تطوير الفاكهة المسمى بيكوزميك كريسب 20 عاماً وزرعت لتدوم لمدة تصل إلى عام كامل. أكمل مستكشفا القطب الشمالي مايك هورن وبورغ أوسلاند رحلتهم التي بلغ طولها 1800 كيلومتر على جرف جليدي في ظلمات القطب الشمالي. كيف تمكن من ذلك؟ إنه مظلم. تمكنت أول طائرة تجارية إلكترونية بالكامل في العالم من تجاوز مرحلة الاختبار بنجاح. حدث ذلك في كندا، حيث كانت الطائرة طائرة بحرية بعمر 62 عاماً ومزودة بمحرك كهربائي قوي جديد. استغرقت الرحلة بأكملها 15 دقيقة من سيدني إلى لندن. لا ليس بعد. اكتشف العلماء أقدم الأشجار المتحجرة في العالم، ويبلغ عمرها 368 مليون سنة، وقد عثر عليها في كايرو في نيويورك. أفادت دراسة جديدة اكتشاف علماء الآثار لأقدم عمل فني تصويري في العالم، وهو لوحة جدارية في أحد الكهوف في إندونيسيا يعود تاريخها إلى ما قبل 44 ألف سنة، تصور مشهداً لصيد الحيوانات وبعض الأشخاص. وجد العلماء أعمق نقطة على الأرض في شرق القارة القطبية الجنوبية أسفل نهر دينمن الجليدي، ووصل عمق الأخدود المليء بالجليد لثلاثة آلاف وخمسمائة متر تحت مستوى سطح البحر. تعرضت أستراليا لأعلى موجة ارتفاع في الحرارة، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد 40 درجة مئوية. يمكن أن يرى الناس في جنوب آسيا وجنوب شرقها حلقة من نار، كسوف للشمس بشكل حلقة. اكتشف مسبار باركر عالي السرعة نشاطاً غريباً عند حواف الغلاف الجوي للشمس. أظهرت بيانات المسبار انتكاسات غامضة للمجال المغناطيسي الشمسي وانفجارات غريبة في تيارات الرياح الشمسية. انتبه! إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.